بعد كده بقى ابتديت بقى بلعب مع كابتن بدر رجب، طبعا ليه فضل كبير طبعا عليا وعلى لعيبه كتير بصراحه، يعني اثر كتير كنت شد في باك ولا مهاجم يا تحت؟ انا كنت سيرد باك، وايمن اشرف هو الباك ليفت، لان الاول كنت مهاجم بعد كده رجعت السيرد باك، بعد كده ايمن اشرف كان باك ليفت، دخلوا ايمن سيرد سيرد باك باك وقعدنا كل شويه ايه نبدل تبدلوا انا مع وهو بعض. لحد ما ثبتنا خالص. هو كان ايمن ما كانش موافق على الباك ليفت وانا مش موافق على السيرد باك، ايمن ما كانش عايز يلعب باك ليفت، ايمن اشرف. وانا مش عايز العب سيرد باك. التعدي اللي لعبنا في الدوري مع كابتن عادل رحمن، بقيت انا اللي بلعب سيرد باك وايمن هو اللي بيلعب باك ليفت، يعني اللي احنا كنا مختلفين عليه هو اللي لعبنا فيه انا وايمن اشرف بس. فاكتريت الناس بتفتكر ان انا باك ليفت، ده بالعكس يعني انا سيرد باك بس ايه بلعب برجل الشمال، فدايما لما حد بيحتاجني في الباك ليفت بلعبه، بتلعب. بس هو مش المكان الاساسي، المكان الاساسي سيرد باك بس. ومن ساعتها وانا كملت بقى سيرد باك لحد ما حصلت الموقعة الشهيرة تشيلسي اسماعيلي.